على سماعكم جهاد قائد احمد المطحني علي بعد اسماعيل المطحني سامي عبد الله احمد المطحني. طيب كيف حالكم؟ الحمد لله ونشكره. طيب الاخ احمد محمد سالم. طيب ما وصلكم انتم لهنا؟ سبب جيتكم الى هذه البقعه؟ والله من اجل الزياره والسياحه. من اجل ايش؟ زياره وسياحه. سياحه 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 سياحه. طيب فلما انتم ومن فين جيتم؟ من صنعاء. من صنعاء. انا جيت من صنعاء. ايوه. سبب الزياره؟ سبب الزياره ارشن به لمده اسبوع اربع ايام خمس ايام ولهذا مع قدر شجع. طيب والزياره كان الغرض منه؟ الغرض منها يعني كما تقول استقرار. تغيير ايش؟ تغيير جو. تغيير جو. وزياره لايش؟ وللطريق. للطريق تمام. بسبب صلوح الطريق. يعني السبب الذي يمديك له هنا الطريق. الطريق. يعني سهوله الطريق ولو من جزء. ايوه. لحد الادنى. يعني أيوة. كان من اول قبل ما تصلح حميده ما كناش نقدر نجي. اها. لانه يلا واحد يوصل بسياره البلاد ويوقفه. يعني ما نقدرش طلع مثل طلع مثل. الان فهمت ان سبب جيتكم الان لهنا هو يعني لتغير الجو. سهولة يعني ولو بجزء ايش؟ بسيط سهولة الطريق. طيب. والاستطلاع من شان الطريق ونبصر وكذا وكذا. طيب. لهذا الطريق. طيب ماذا تقول عن الاجواء هذه التي انتم تشاهدون؟ يا ولد انت في جنة. ماذا تقول؟ جنة الله في ارضك. سافرت انا كل المحافظات اليمنية بصراحة نفس الجو الطبيعي هذا وال يعني روعة الجمال ما قد شفت. طيب البقعة الذي أنتم بينه الآن المزرعة الذي أنتم بينه إيش اسمها هذه؟ مزرعتين هذه اللي أنتم مزرعة الحمراء بعد عقبة الرواء. أيوة أنتم بعد عقبة الرواء. أيوة أنتم الآن في البحير في مزرعة صهيب. أكيد أكيد في مزرعة قريب صهيب. قريب البحير قريب البحير. أوكي. صهيب من أطيب المزارعين. أيوة. يعني أكرمنا وأكرم جهالنا وأكرم أهالينا. رسالتنا رسالتنا لأبناء الصهيب شوف هاي الملقى أمامنا رسالتنا فوقنا وتحت وجنبنا رسالتنا لابناء وصابين وابناء اليمن. طيب ايوه ما رسالتكم لاخوانكم للذين دعموا والذين ساهموا الذين دعموا في المشروع؟ نشتي مساهمه في الطريق. اول حاجه ندعوهم للسفر ينظروا بلادنا ينظروا زراعتنا ينظروا ما في بلادنا من